شموخهم فنطقت أعينهم وحدثتنا عن صلابتهم، أحاطوا بأبطالنا لأنهم يخشونهم. فشفنا وقمنا بالتأكيد برؤية جباههم، واعتلت رتب الجنود، ربطوا على سواعدهم القيد، وفوق القيد أمسكوا بأيديهم المرتجفة حتى لا يرفعوا إشارة النصر عبثا. فنظرات أبطالنا الستة قالت ونطقت وفعلت. وبالتأكيد في هذه اللحظات نذهب لنستوضح وإياكم ما هي تخوفات الأهالي عقب إعادة اعتقال الأسرى، وفي ظل ما تروج له الحكومة الإسرائيلية والحديث عنه بأنها تضع قائمة ربما من القضايا والاتهامات بحق أسرانا الأبطال الذين تم إعادة اعتقالهم. مع سيد محمد العرضة شقيق الأسير محمود العرضة، أسعد الله صباحكم بكل الخير بالصمود والتحدي في جنين وفي كل فلسطين. سيد محمد، صباحكم وأهلا وسهلا فيكم وكل الاحترام. أهلا وسهلا بك. يعني بداية نتمنى دائما وأبدا إن شاء الله السلامة، كل السلامة للأسير البطل الحر الذي سيبقى حرا دائما وأبدا بنفسه وفكره وتخطيطه المتواصل لمحمود ولزملائه. لكن أنتم كأهالي مجرد الاستماع لخبر إعادة اعتقالهم، ما هي تخوفاتكم بصراحة؟ ماذا كان التفكير وحول ماذا كان التفكير، سواء وهم في الخارج ربما لا نعلم مصيرهم ومن ثم إعادة اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال؟ يعني في الحقيقة كان الخبر مؤلم جدا يعني عندي سماعه، ولكن كان ممزوج بفرحة كبيرة جدا، فرحة كبيرة لا توصف. حتى عند سماع خبر اعتقالهم كنا فرحانين ولا زلنا فرحانين، فرحتنا لا توصف أنه كسر قيد السجان 5 أيام أخذ حريته. يعتبر بالنسبة لنا كعائلة عائلة محمود كخمسين عاما، كأنه عاش بين بالحرية 50 عام. ولكن بالنسبة لخوفنا من الاحتلال بما يحصل لمحمود، محمود سيقومون بتعذيبه، سيقومون بعزله الانفرادي، طبعا سيحرمونه من الزيارات لمدة فترات طويلة. هذا ما سيحصل لمحمود وخوفنا عليه. طبعا نناشد جميع الدول العربية، أولا الدول العربية طبعا نناشد كل إنسان حر في العالم، كل الهيئات الإنسانية الحقوقية وقفوا لجان محمود. نعم. طيب سيد محمد، يعني يوم أمس كنا قد سمعنا هتافات أهلنا من مدينة الناصرة وهتفوا باسم محمود، باسم زكريا، باسم أيضا محمد وباسم يعقوب الأبطال الأربعة، والذين أيضا نتمنى للمتبقين السلامة، كل السلامة إن شاء الله من أسرانا. يعني في ظل أيضا موجة محاولة تفتيت اللحمة الفلسطينية وتوسيع الصدع ربما بين أبناء الشعب الفلسطيني، برأيك كيف يرد أهالي الأسرى بصراحة عقب نشر هذه الروايات الإسرائيلية ومحاولين من خلالها أن يقوموا بالتفرقة ما بين أبناء الشعب الفلسطيني؟ وكنا أيضا شاهدنا هذه الوقفة الاحتجاجية المساندة لأسرانا والذي أيضا رفع العلم الفلسطيني، بالإضافة إلى رفض الشباب الفلسطيني الحديث مع الإعلام العبري. يعني كل هذا يصب في دعم ومساندة أسرانا. الحقيقة يعني الإعلام الإسرائيلي لا بد أن يتدخل ويضع الفتنة ويضع الفساد، ودول إخواننا في 48 يعني هم فلسطينيين كما نحن فلسطينيين ولهم الحق أكثر منا كفلسطينيين. نعم. لأنهم هم اللي ثبتوا وبعضنا رحل من 48 لكنهم ثبتوا، ونحن لا نؤمن بالشائعات، لا نؤمن حقيقة بالشائعات، كلها إشاعات. إخواننا ب 48 فقط الشغل الوحيد أنهم يعني في بعضهم لم يحتضنوهم هذا أتمنى عليه بس، لكن إخواننا في الناصرة وقفتهم وقفة عز وكرامة. الوطنيين الشرفاء في الناصرة وفي كل عرب 48 طبعا يوجد شرفاء يوجد كثير من الشرفاء في 48، ولكن في بعض الناس
الساقطين أخلاقيا ووطنيا هذول لابد من وجودهم. يعني هؤلاء كما نقول الفيروس الموجود في كل مكان، ليس فقط في فلسطين، في كل مكان. سيد محمد، لنعود قليلا لشقيقك محمود. محمود ليست المرة الأولى التي يخطط فيها للهرب، إنما هذه الثانية، والبعض قال مجرد ما تم اعتقاله بجوز كان يفكر بنفس الوقت كيف بده يخطط للهروب للمرة الثالثة. احكي لنا شوي عن شخصية محمود، بشو بتتميز هذه الشخصية؟ يعني احنا بنعرف ممكن الفترة قليلة اللي انت ضليتك معاه أو جلست معاه، لأنه اعتقل مبكرا وفي عمر صغير وله سنوات طويلة في سجون الاحتلال ما يزيد عن 20 عاما، لكن احكي لنا أكثر. عنيد محمود مصر على هدفه؟ أنا قناعتي يعني من الوصف الذي قناعتي بأن محمود حتى في سيارة الاعتقال في اعتقاله لو أتت له طريقة لقام بالهرب. محمود شرس، محمود عنده عقيدة يؤمن بالله إيمان غريب وعجيب. غريب وعجيب. أنا ابن فتح، محمود دين، حتى أنا بكيت يعني مرضاته كله كثير، دين حلون. دائما إنسان غضبان مش غضبان، يعني غضبان بحقد على الاحتلال، حقد لا يوصف. حتى في طفولته كان نشيط جدا بالانتفاضة الأولى، نشيط يعني هو عاش تقريبا الانتفاضة الأولى. كان ما يقعدش نهائيا في البيت، دائما مشارك، بيعمل حتى بالليل ما يروحش. محمود يعني اعتقل عام 1991، حكم عليه 4 سنوات، قضى منهم 3 سنوات وطلع إفراجات. طبعا بعد في عام 1960 أعاد اعتقاله في قضية قتل الضابط في أريل. نعم وحكم مؤبد. طب عقلية محمود يعني في التخطيط للهرب وفك كسر القيد بصراحة، يعني هذه المرة الثانية سيد محمد، مش أول مرة، فهذا إن دل يدل على شخصيته المصر على تحقيق حلمه وهدفه بالحرية. يعني إحنا دائما وأبدا بنقول برضو أسرانا بيستمدوا قوتهم وطاقتهم ووقودهم أيضا من أهاليهم، من الالتفاف الجماهيري. فاليوم إحنا ومن خلالك بالتأكيد بنأكد على الأجواء في محافظة جنين وفي مختلف الأماكن بالإعلان للإضراب الشامل مساندة لأسرانا الذين تم اعتقالهم، ونتمنى السلامة، كل السلامة لهم. يعني هل تم التواصل معكم بأي شكل من الأشكال، أو تتوقعون التواصل مع سواء المحامي، الهيئة المحاماة الذين يتوكلون في هذه القضية، ربما مع الصليب الأحمر؟ يعني هل هنالك أي اتصالات سيد محمد؟ لحد الآن فيش اتصال، لكن اتصل فيها الصليب الأحمر في أمس وأبلغونا عن طبعا هم راح يوقفوا محامي، لجنة من المحاميين مكونة من 5 محاميين للوقوف إلى جانب محمود. ونحن ناشدنا عبر وسائل الإعلام وكل الهيئات مناشدة لكل شريف ولكل محامي شريف إنه يوقف، ولكل إنسان وطني، وناشدنا السلطة الوطنية الفلسطينية بكل إمكانياتها تقف لجانب محمود، لأنه لا يوجد عندنا هون إلا بس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي نحن متأكدون أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستقف إلى جانبنا. وهم لن يتخلوا عنا، وحضروا إلى بيوتنا، حضروا رؤساء الأجهزة الأمنية من السلطة الوطنية الفلسطينية عنا، وقالوا لنا سنقف إلى جانب جميع الأسرى، لا فقط محمود ولكن إلى جميع الأسرى الستة. ونحن متأكدون أن كل العالم الإنسان الشرفاء في العالم وفي داخل فلسطين وداخل 48 إخواننا في 48، لأنهم إخواننا في 48 شرفاء جدا، كما قلت لك 90% من إخواننا ولا يوجد فيروس. هذا الفيروس لابد من وجوده في كل العالم. نعم. طب سيد محمد، يعني من خلال بصراحة الحديث عن قضية كسر القيد، وهنالك من سأل واستفسر، نحن نعلم أن ربما يعني غالبية الأسرى بصراحة لديهم فصيل معين أو يندرجون تحت مظلة فصيل معين. البعض قال يعني هل فعلاً
هؤلاء الأبطال لم أو لربما الخطوة التي كانت تنقصهم هي تلقي الدعم والاتصال والتواصل معهم من خلال الفصيل الذي ينتمون إليه، أو لربما من فصائل أخرى قد تكون مساندة لهم. هل هذه خطوة كانت منقوصة سيد محمد؟ حسب الواقع وحسب ما ظهر من إلقاء القبض عليهم وحسب وضعهم الصحي وحسب ما جرى محمود، وطبعا وستي أنا متأكد حسب اعتقادي أنا أنهم لم يتلقوا أي مساعدة من الخارج ولا أي تنسيق من الخارج ولا حتى لم يتلقوا أي حاضرة من الداخل، ولا من الخارج ولا من الداخل، من ولا من الداخل 48. محمود أنا متأكد أخذ الأمور على عاتقه، تخطيطه على عاتقه هو الشباب الستي. هذا أنا تحليلي، تحليل العالم كله كعلم بحلله. لو محمود تلقى مساعدات من الخارج، محمود لما طلع من النفق كان لك ناس تكيمه وتوصله وتبعده وتطلعه، يعني هاي الفترة حوالي تقريبا ثلاث أيام بصل فيهم القطب الشمالي. هذا في حال طبعا هذا في حال كان هنالك أي دعم أي اتصال وتواصل معهم. نعم لكن لم يتلقوا أي دعم لا من الخارج ولا يوجد تنسيق من الخارج مع أحد من أي الدول العربية أو أي حد من الخارج حتى من داخل يعني في إسرائيل في منطقة فلسطين لم يتلقوا أي مساعدات ولم يحضرهم أي إنسان. أنا متأكد أخذوا الأمور على عاتقهم، هربوا من السجن على عاتقهم فقط ليطلعوا ليخرجوا من السجن ليستنشقوا 50 عاما من الحرية اللي هي 5 أيام فقط. محمود أرادوا أن يخرجوا لمدة 5 أيام ليستنشقوا الحرية، يستشهدوا أو يعتقلوا. إجمالا نحن نتمنى لهم السلامة، كل السلامة دائما وأبدا. وهذه العقليات ما زال لدينا هذه العقول التي تفكر بهذه الطريقة وأن تتنفس الحرية وأن تقهر الاحتلال والمحتل فنحن بخير. إجمالا التحية، كل التحية للأسير. نعم تفضل. سيرجت عليك شوية. تفضل. في إمكانية. نعم تفضل. في نقطة بدي أضيفها، لأن أنا لما اعتقلوني الاحتلال أنا وأخوي رائد باسمة، فلما دخلنا على غرفة التحقيق سألني سؤال ضابط المخابرات الإسرائيلي. نعم. قال لي بسألك محمد بصراحة، يعني سؤال واحد، هل يوجد عندكم عقول كما يوجد عقل لمحمود كعقل محمود؟ فتفاجأت من سؤاله، بدي يعني أنا بس سألته شو يعني، قال لي هل في عندكم عقول زي عقل محمود؟ قلت له ما لا أنا أقول أن الشعب الفلسطيني الله يحميكم، بس محمود لا يوجد بالنسبة لي أنا شخصيا. محمود حالة نادرة، حالة استثنائية. يعني نحن أيضا نتذكر إذا ما رجعنا إلى الأسلاف فنتذكر الكثير من القادة العظام بصراحة. نعم. الذين كان لديهم التخطيط والتفكير، وفلسطين ولادة بالعقول النيرة، بالعقول التي لديها الفكر، فكر المقاومة، فكر النضال، بالإضافة إلى الكثير الكثير. إجمالا نتمنى يعني مرة محمود معلش يعني محمود كسر الخزنة. كسر الخزنة، كسر الخزنة. نعم. والتعليق عليها هذه الخزنة تبعتكم كانت كرتونة البيض. هذا ما حصل. كل الاحترام والتقدير لك سجد محمد العارضة، شقيق الأسير محمود العارضة. بهذا النفس نحن سنبقى وسنعيش وسنواصل، بنفس السيد محمد وأيضا الأهالي الكرام من أهالي الأسرى وأسرانا البواسل، سنستمد رفع المعنويات والقوة والأمل بإذنه تعالى. إجمالا نواصل مع حضراتكم بعد شكرنا.